أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمة مصورة إقالة اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن لأنهما خائنان على حد تعبيره. وأوضح الرئيس الأوكراني أنه أقال رئيس الأمن الداخلي وكذلك رئيس فرع الجهاز في منطقة خيرسون، وقال: ليس لدي وقت للتعامل مع جميع الخونة، لكنهم سيعاقبون جميعا بالتدرج، مضيفا أن رجلين خانا قسم الدفاع عن أوكرانيا من دون أن يذكر تفاصيل محددة.